بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله أيامكم بكل خير وكل عام وأنتم بألف خير. نبارك لكم حلول عيد الفطر المبارك. جريا على السنة والسيرة السنوية التي يقيمها شعب البحرين، جئنا لنواصل هذه المسيرة من خلال زيارة قبور الشهداء وروضات الشهداء في عيد الفطر المبارك. نحن اليوم جئنا لهؤلاء الشهداء لنجدد العهد معهم ولنؤكد لهم بأننا سائرون على هذا الخط وعلى هذا المنهج الذي استشهدوا من أجله وقدموا أرواحهم رخيصة في هذا الطريق. نحن جئنا لنجدد العهد مع الشهداء وعلى السائرين ومع السائرين على خط الشهداء، لكي نعلن أن راية الشهداء لا زالت خفاقة ولا زالت ترفرف في سواعد المجاهدين والمقاومين حتى يحكم الله سبحانه وتعالى بين المستضعفين والمستكبرين وبين المظلومين والظالمين. والحمد لله رب العالمين.